ازيكم عاملين ايه؟ النهارده هنشرح رابع محاضرة في الاناتومي بتاع الابر ليمب، وزي ما عودناكم في ان في كل فيديو هنشرح 5 عضلات، والنهارده هنتكلم عن 5 عضلات مهمين جدا. واول عضلة هتبقى معانا هي البايسبس براكياي، ولازم نقول براكياي علشان في بايسبس في اللور ليمب وهي البايسبس فيمرس. وتاني عضلة معانا هي البراكياليس، وتالت عضلة معانا هي البريكيوراديالس، والرابعة هي الكراكو براكياليس، والخامسة هي الترايسبس براكياي. نيجي على أول عضلة معانا وهي البايسبس براكياي، والبايسبس براكياي بتنقسم لجزئين، أول جزء هو اللونج هيد وتاني جزء هو الشورت هيد، وكل جزء منهم ليه أوريجين معين، بس الجزئين ليهم انسيرشن واحد وليهم نيرف سبلاي واحد. نيجي على الأوريجين بتاعة اللونج هيد، وهتبقى السوبرا جلينويد تيوبريكل أوف ذا سكابيلا. يعني ايه سوبرا جلينويد تيوبريكل اوف ذا سكابيلا؟ سوبرا جلينويد جايه من الجلينويد كافيتي، سوبرا يعني فوق، هي فوق الجلينويد كافيتي، فده الاوريجن بتاع اللونج هيد. نيجي على الاوريجن بتاع الشورت هيد، وهيبقى الكوراكويد بروسيس اوف ذا سكابيلا. فيجي ناس بتتلخبط اللونج هيد هي الكوراكويد بروسيس ولا الشورت هيد هي الكوراكويد بروسيس. انا هقول لك حاجه بسيطه تفكرك، لونج هيد لونج طويل، فهيبقى الاوريجن بتاعها هو الطويل، هتبقى الجمله الطويله هي السوبرا جلينويد تيوبريكل اوف ذا سكابيلا، هو الاوريجن الطويل بتاعها، تمام. الشورت هيد هي شورت قصير، فهيبقى الاوريجن بتاعها كلمه قصيره هي الكوراكويد بروسيس. فدي حاجه بسيطه عشان تفكركم بالاوريجن بتاع اللونج هيد والشورت هيد من غير لخبطه. نيجي على الانسيرشن، وهيبقى هو الراديال تيوبروستي اللي بتبقى موجوده في الريديوس، تمام. نيجي على النيرف سبلاي، وهيكون هو الماسكيولو كيوتينيوس نيرف. واخر حاجه الاكشن، والاكشن بتاع البايسبس براكياي كلنا عارفينه، بيعمل لي فليكشن في الفور ارم، يعني في الالبو جوينت، وبيعمل لي سوباينيشن في الفور ارم، وبيساعد بحركه بسيطه جدا او بيساعد مساعده بسيطه جدا في الفليكشن بتاع الارم بتاع الشولدر جوينت. نيجي على تاني عضله معانا وهي البراكياليس، والبراكياليس الاوريجن بتاعها هيكون اللور بارت اوف انتيريور سيرفيس اوف هيومرس، نفس اللي موجود في الصوره بالظبط. نيجي على الانسيرشن بتاع البراكياليس، وهيكون الكرونويد بروسيس اللي موجود في الالنا، الكرونويد بروسيس مش الكوراكويد بروسيس، الكرونويد بروسيس موجود في الالنا، الكوراكويد بروسيس موجود في الاسكابيلا، هي بس تشابه اسماء، تمام، عشان ساعات بيحصل لخبطه، تمام. والالنا وسوري والبراكياليس بتبقى موجوده في الالنار تيبروستي اللي بتبقى موجوده في الالنا، تمام. دي كده الالنا معانا، تمام. الجزء اللي بارز ده اللي هو البروسيس اللي بارزه دي بنسميها الكرونويد بروسيس، تمام. والجزء اللي تحت تاني ده هو بنسميه الالنار تيبروستي، تمام. كل ده الانسيرشن بتاعه البراكياليس. نيجي على الاكشن بتاع البراكياليس، وهيكون الفليكشن في الفور ارم، في يعني في الالبو جوينت، وهو المين البو فليكسور. نيجي على النيرف سبلاي بتاع البراكياليس، وليها 2 نيرف سبلاي، اول نيرف سبلاي معانا هو الماسكيولو كيوتينيوس نيرف، وتاني نيرف سبلاي معانا هو الراديال نيرف. نيجي على تالت عضله معانا وهي البريكيوراديالس، والاورجن بتاعها هو السوبرا اللاترال سوبرا كوندويلر ريدج اللي بيبقى موجود في الهيومرس. ايه هي اللاترال سوبرا كوندويلر ريدج؟ طبعا كلنا عارفين اللاترال ايبيكوندويل اللي بتبقى موجوده في الهيومرس، هي دي اللاترال ايبيكوندويل، تمام. الجزء اللي فوقيها بالظبط ده هو اللاترال سوبرا كوندويلر ريدج، هو ده الاورجن بتاع البريكيوراديالس. فطبعا عشان المنطقه دي فيها عضلات كتير وممكن نتلخبط، فهنعملها قانون ان شاء الله المحاضره الجايه علشان نسهل على الناس وهي بتذاكر. نيجي على الانسيرشن بتاع البريكيوراديالس، وهيكون الستايلويد بروسيس اوف ريدياس، بس الاصح بروكسيمال تو ستايلويد بروسيس. لما تيجي تبحث عن النت على الانسيرشن بتاع البريكيوراديالس هتلاقي مواقع كتير كاتباها ستايلويد بروسيس، بس زي ما قلت الاصح هو بروكسيمال تو ستايلويد بروسيس. دي كده الريدياس. الجزء التحتاني ده هو الستايلويد بروسيس، هي الانسيرشن بتاعها موجود فوق، فالاصح هو البروكسيمال تو ستايلويد بروسيس، يعني قريب من الستايلويد بروسيس. نيجي على الاكشن بتاع البريكيوراديالس، وبيعمل لي فليكشن في الفور ارم، يعني فليكشن في الالبو جوينت. نيجي على النيرف سبلاي، وهيكون هو الراديال نيرف.
نيجي على رابع عضلة معانا وهي الكوراكو براكياليس، ومن اسمها كوراكو براكياليس، يعني الاورجن بتاعها موجود في الكوراكويد بروسيس اللي بيبقى موجود في الاسكابيلا، والانسيرشن بتاعها موجود في الميدل اوف ذا هيومرس ات اتس ميديال سايد، نص الهيومرس بس ناحية الميديال. دي كده معانا الهيومرس تمام، نصها ناحية الميديال سايد تمام، يعني في وش الدلتويد. الدلتويد موجودة ناحية اللاترال، هي موجودة في الميديال تمام. نيجي على النيرف سبلاي بتاع الكراكو براكيالس، وهيكون الماسكيولو كيوتينيوس نيرف. نيجي على الاكشن بتاع الكراكو براكيالس، وهو هيلب انفليكشن اوف ذا ارم، يعني هيلب انفليكشن اوف الشولدر جوينت، بيساعد في الفليكشن بتاع الشولدر جوينت. نيجي على خامس عضله معانا وهي الترايسبس براكياي، وهي الاخيره. والترايسبس من اسمها ترايسبس، بتنقسم لثلاث اجزاء. اول جزء معانا هو اللونج هيد، تاني جزء معانا هو اللاترال هيد، تالت جزء معانا هو الميديال هيد. وزي ما قلنا كل جزء ليه اوريجين معين، بس الانسيرشن بتاعهم ثابت والنيرف سبلاي بتاعهم ثابت. نيجي على الاوريجين بتاع اللونج هيد، وهيكون موجود في الانفرا جلينويد تيوبريكل اوف ذا سكابيلا. زي ما قلنا انفرا جلينويد جايه من كلمه جلينويد كافيتي، انفرا يعني تحت، هي تحت الجلينويد كافيتي. دي كده الاسكابيلا تمام، دي كده الجلينويد كافيتي، بس دي الاسكابيلا من ظهرها، دي كده الجلينويد كافيتي، هي موجوده تحت الجلينويد كافيتي، هي موجوده هنا الحته دي اللي هو اللاترال بوردر بتاع الاسكابيلا. احنا عملنا له قانون ايكوال 3 تي ترايسبس تريس ماينور تريس ميجور لو فاكرين تمام. نيجي على الاورجن بتاع الميديال هيد، وهو البلو راديال جروف اوف ذا هيومرس تمام، باين عندكم في الصوره الراديال جروف هو تحتيها. نيجي على اللاترال هيد، وهيبقى اباف الراديال جروف. نيجي على الانسرشن، وزي ما قلنا موحد للثلاثه، هو الاوليكرينون بروسيس اوف النا تمام، الالنا من فوق بس من ظهرها ليها بروسيس اسمها اوليكرينون تمام، هي الانسرشن بتاع الترايسبس هنا تمام. نيجي على الاكشن بتاع الترايسبس، وهيكون هو الاكستنشن للفور ارم، يعني اكستنشن اوف ذا البو تمام. نيجي على النيرف سبلاي، وهيكون الراديال نيرف. وبكده يبقى خلصنا المحاضره الرابعه بتاعه الاناتومي الابر ليمب، ويا رب يكون الفيديو عجبكم. ولو لسه ما عملتش سبسكرايب او لايك انزل اعمل سبسكرايب ولايك، واشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله.